سامسونج نزلت A7 2018 بسعر 6000 جنيه مع 3 كاميرات خلفية علشان تقدر تستحوذ على الفئة المتوسطة. هل الموبايل ده يقدر ينافس ويستحق انك تشتريه بالسعر ده ولا لا؟ ظهر الموبايل من الإزاز مع فريم من المعدن. التصميم شيك قوي، مش هتحبه الا لما تمسك الموبايل في ايدك، بس طبعا الظهر بيبصم كعادة كل الموبايلات الازاز وهتحتاج انك تمسحه كل شوية. الموبايل وزنه خفيف 168 جرام ومسكته في الايد ممتازة لان حجمه مش كبير والتخانة بتاعته 7.5 ملي بس. شاشة الموبايل 6 بوصة سوبر اموليد بدقة فول اتش دي بلس والحمد لله من غير نوتش. الشاشة عليها طبقة حماية كورنج جوريلا الجيل الثالث، وكمان هتلاقي الموبايل جاي في العلبة متركب عليه سكرين بروتكتور. الشاشة هنا اطرافها مش منحنية والحواف بتاعتها للأسف كبيرة قوي، هتحس انك ماسك موبايل بالابعاد القديمة مش الجديدة، بس مش مشكلة كله يهون علشان خاطر تجربة الشاشة السوبر اموليد من سامسونج. معالج الموبايل قديم شويتين، هو اكسينوس 7885 ثماني النواة بتكنولوجيا 14 نانو، قدر يحقق على برنامج انتوتو 122000 نقطة. تقدر تعتبر ان المعالج ده زي سناب دراجون 636 اللي موجود في الشاومي نوت 6، يعني اقل من الكيرن 710 اللي في الاونر 8 اكس واقل من السناب دراجون 660 اللي في شاومي مي اي 2. الموبايل قدر يشغل لعبة ببجي على هاي جرافيك مع ملاحظة سخونة كبيرة في جسم الموبايل ولاج بسيط حصل لمدة اقل من ثانية مرتين خلال نص ساعة لعب مع ببجي. اما بالنسبة للسوفت وير، الواجهة هنا سامسونج اكسبيرينس 9 مع اندرويد اوريو 8. الواجهة دي اخف من واجهة هواوي بحاجة بسيطة واتقل من واجهة شاومي بحاجة بسيطة، حاجة كده في النص. ساعات هتحس بلاج او تقطيعة خفيفة كده في البرامج زي برنامج الماسنجر، وساعات لا. الواجهة هنا تقدر تشغل بيها اكتر من نسخة من برامج السوشيال وتقدر تنزل قائمة الاشعارات عن طريق البصمة. الموبايل فيه بصمة في مكان جديد في جنب الموبايل مع زرار الباور، مكانه حلو ومميز بس للأسف البصمة مش سريعة، فيها تأخير خفيف كده عن باقي الموبايلات. الموبايل فيه فيس انلوك عن طريق الكاميرا الأمامية، سرعته برضو متوسطة مش أسرع حاجة، والمميز فيه انه بيشتغل حتى في الإضاءة الضعيفة وبيقدر يتعرف عليك ويفتح، بس للأسف الموبايل بيفتح وعينك مغمضة فما انصحكش تفعل الخاصية دي لأنها كده مش أمان خالص. الموبايل بيدعم الجيروسكوب والبوصلة والراديو وفي مكان لسماعات 3.5 ملي، ما فيهوش لمبة إشعارات بس في خاصية الأولويز أون ديسبلاي بيظهر فيها أيقونات الإشعارات اللي جاتلك، والموبايل بسماعة واحدة سبيكر صوتها عالي وممتاز. أما بالنسبة لصوت سماعة المكالمات فهو عالي بس مش لدرجة إنك توطيه، والتعامل مع الشبكة متوسط كعادة موبايلات سامسونج. البطارية 3300 ملي أمبير، جربت البطارية واستحملت حوالي 6 ساعات سكرين اون، زمن مناسب جدا بالنسبة للبطارية بالحجم ده، بس للأسف منفذ الشحن مايكرو يو اس بي فيرجن 2 والشحن كمان بطيء 5 فولت 1.5 امبير. الموبايل شحن من 20% ل100% في ساعتين وخمس دقايق، وده وقت كبير قوي على سعة البطارية الصغيرة دي. هو علشان الموبايل بتلات كاميرات ورا يعني هتاخد احسن جودة تصوير؟ لا انت غلطان، هي مش بعدد الكاميرات، لازم تبقى فاهم الكاميرات الكتير دي وظيفتها ايه. الموبايل هنا فيه كاميرا خلفية رئيسية 24 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.7 وواحدة تانية 8 ميجا بكسل علشان تصور بزاوية تصوير اوسع او كادر اوسع بفتحة عدسة f2.4، والكاميرا التالتة هنا علشان العزل وهي 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. تقدر تتنقل ما بين العدسة العادية والعدسة الواسعة علشان تصور كادر اوسع، وفي لايف فوكس علشان العزل، وفي ايموجيز وبيوتي مود علشان تفعل التجميل، وفي مود بيقدر يتعرف على المشهد ويطلع الوان افضل. الكاميرا الخلفيه هنا بتقدر تصور 1080 بي مع مثبت الكتروني لتثبيت الفيديوهات، وكمان بيقدر يصور سلو موشن. الكاميرا الاماميه 24 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0 معاها فلاش ليد، وبتقدر تعمل فيها عزل سيلفي فوكس عن طريق سوفت وير مع برضو ايموجيز وتصوير فيديو 1080 بي. بعد ما قلنا بقى المواصفات هقول لكم رايي في الكاميرات وانا بعرض عليكم شويه صور متصوره بالموبايل. الكاميرا الخلفيه بتطلع صور تحفه الصبح فيها تفاصيل كتير، وبالليل بتطلع صور مقبوله، والكلام ده لو هتصور بالعدسه الرئيسيه. اما بالنسبه للعدسه الواسعه فبتطلع صور حلوه الصبح انما بالليل مش عمليه علشان فتحه العدسه بتاعتها ضيقه شويه. الكاميرا السيلفي ممتازه صبح وليل بس هتحتاج تثبت ايدك شويه لو بتصور بورتريه علشان الصوره ما تطلعش مهزوزه. هسيبكم شويه مع باقي الصور. وده كده تيست للكاميرا الخلفيه. الموبايل بيصور ب 1080 بس ما اعرفش 30 ولا 60 اطار، تقريبا 30 اطار في الثانيه،
وفي مثبت الكتروني عشان يثبت تصوير الفيديوهات زي ما انتم شايفين انا بتحرك والفيديو بيتهز حاجه بسيطه. والموبايل فيه مايك اضافي المفروض الصوت يعني يبقى كويس، وانا جنبي دوشه اهو طريق. في ظل وشمس عشان ال HDR، في حاجات colorful اهي. وده تيست كده للكاميرا الأمامية، بيصور برضه ب 1080 بس لسه مش عارف ليه مثبت برضه ولا لأ. هنشوف بقى الفيديو هيبقى ثابت ولا مهز. هنتحرك برضه اهو كده، ورايا شمس اهو. وده كده فيديو بالليل الكاميرا اللي ورا العدسة الرئيسية. طبعا انا جنبي طريق فممكن ما تسمعوش صوتي كويس، والفلاش شغال. مثبت ايدي بس عشان نشوف المثبت الالكتروني عامل ازاي. سعر الموبايل 6000 جنيه لنسخة واحدة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، ودي أول مرة سامسونج تنزل مساحة كبيرة بالسعر ده، علشان طبعا تقدر تنافس تاني في الفئة المتوسط، وكمان هتقدر تركب شريحتين اتصال وكارت ميموري مع بعض في نفس الوقت. وجهة نظري الأخيرة في الموبايل، تشتري الموبايل ده لو بتدور على خامات محترمة مع ضمان وانتشار قوي لسامسونج، مع شاشة سوبر أمولد ومساحة كبيرة 128 جيجا وكاميرات هتقدم لك تجربة ممتازة في التصوير. إنما أنت بقى لو راجل جيمر وبتدور على أداء وبتدور على شحن سريع، بطارية أكبر، شاشة أكبر، أعتقد في بدائل كتير بنفس السعر وأقل هيبقوا أحسن من السامسونج A7 2018. لو عاوزين مقارنة بين كاميرات وأداء الـ A7 2018 وأي موبايل تاني في الفئة المتوسطة، اعملوا كومنتات تحت، وأكتر كومنت هيجيب لايكس هو اللي هنعمله المقارنة. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب في القناة علشان تشوف مقارنات ومراجعات كتير الفترة الجاية، واعمل لايك لو الفيديو عجبك. كان معاكم أحمد من موقع موبيزل لمراجعة الموبايلات.